اولا اسمي جهاد، عمري انا عمري 11 سنه، وتانيا انا جاي اطالب بحقي علشان الاثر المضربين عن الطعام بقالهم اكتر من 60 يوم، واحنا مش هنسكت على ده، واحنا برضه هنرجع لاراضينا غصبا عن اليهود، مفيش حد هيمنعنا، لو اتحدنا كلنا مع بعض هنقدر نهزم اسرائيل، ومفيش شيء هيوقف في طريقنا وهترجعنا اراضينا يا فورم الله والقدس وكل شيء، وان شاء الله هنطرد اليهود بره البلد ويرجعوا فقراء وشحادين زي زمان. ما ينفعش هذا البصير والاثر اللي بقالهم مضروبين اكتر من 60 يوم عن الطعام، هذا حرام، بني ادمين هم مش حيوانات، بقالهم اتحملوا، ان شاء الله ان شاء الله هنتحرر من اليهود، هنضلنا نطالب بحقنا، ومفيش شيء هيمنعنا، واسرائيل هذه ما بتشكلش تهديد علي ولا على اي واحد، ما ينفعش هيك، واحنا هنحررها غصب عنهم، والله اللي بيحاول يجي هنقتله، فش والمخطوفين الثلاثه هذول ان شاء الله عنهم هرجعوا يموتوا في 60 داهيه، ما ينفعش، اما احنا نموت وننفلع وهم عشان ثلاثه يخلوا لنا مجزره، ما ينفعش خلاص هيك ما ينفعش، هترجع اراضينا، يعني هترجع اراضينا، فيش حد هيمنعنا، هترجع اراضينا. الله يرحمه لما مات اسرائيل ضربته بالنار مات، انا مش هسكت، بقاله ميت اكتر من 20 سنه، بقدرش اسكت على هذا، بعمل كل هذا عشان عمي وعشان خاطر الاسره، وهترجع لنا اراضينا، واسرائيل دي خوافه بتخاف من كل حاجه، احنا هنتغلب عليهم لو بطوبه، هنتغلب عليهم والله بحكيها بكل صراحه، واذا سمعوني يجوا يطخوني، يلا بدي اشوف كيف هيطخوني، وابو مازن اتصرف يلا، واي حدا وحركه حماسه بتعملي فيها بطل يلا تتحرك كمان، حرام اسرى هدول، مش قادر اقول اكتر من هيك.